كل الجهد. عشان كده لازم نفهم احنا بنعمل ايه. لو بعد كل الجهد ده هنروح نجيب الكتب دي من الشارع ونحفظ العيال يبقى المشروع باظ. فعلا فمهم جدا ان نوريكم ده. الكتب دي في منها اشكال والوان. ده احنا لسه بنقول يا هادي. ده اللي اتسرب ايه من طباعه من حد لطيف طلع ده كويس ولا اشتغلوا انهم يلخصوا حد. انا مش بتكلم على دار نشر محترم. دور النشر المحترم جات لنا واتفقنا معاهم ان مفيش ترخيص لكتب خارجيه بس هنديكوا افكار تساعدونا بيها. يعني زي ما عملنا دليل للمعلم اقترحنا دليل الام مفيد كتاب الحكومه اصبح بالجوده دي وتحط فيه جهد ده عالمي الكتاب ده عالمي اي حاجه تحت السلم هتدمرك.